كلنا واحنا في ثانويه عامه كان بيبقى عندنا احلام كده، وكل واحد بيبقى متخيل يا ترى هيدخل كليه ايه. لما بقى بيجيب المجموع ويقدر يحقق حلمه، كتير كانوا بيحلموا انهم يدخلوا كليه اعلام، خصوصا مع الثوره المعلوماتيه والتكنولوجيه الكبيره في وسائل الاعلام والاتصال. عشان كده بنلاقي ان في اقبال كل شويه بيزيد من الطلبه انهم يدرسوا المجال ده ويتعرفوا عليه بشكل علمي واكاديمي، ويتعرفوا على كل التطورات اللي ممكن تكون بتحصل في مجال الاعلام. والله بص يا منى، وانت بتتكلمي على موضوع التطورات ده، انا يعني ايه بيجي كده في بالي ان احنا ممكن نقسم الموضوع يعني ايه ثلاث فصول او ثلاث حقب. يعني الحقبه اللي احنا درسنا فيها الاعلام بشكله التقليدي اللي هو بقى تقليدي تلفزيون وخلافه، وبعد كده قصه ما يعرف بالاعلام الرقمي، ازاي تعمل فيديو للموبايل، والقصه الخبريه اللي كنا بنعملها لنشره الاخبار ممكن تطلع بشكل ديجيتال. وبعد كده المرحله الثالثه اللي هنتكلم عليها النهارده مرحله الذكاء الاصطناعي. احنا هنعمل ايه في مرحله الذكاء الاصطناعي احنا كاعلاميين؟ ده سؤال مهم جدا. النهارده احنا هنتكلم عن التطور التكنولوجي السريع في وسائل الاتصال والاعلام، ازاي طلاب الاعلام يستعدوا للمرحله الجديده اللي دخلت فيها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الاي اي. هتعمل ايه مع تشات جي بي تي؟ هتعمل ايه مع التحول الرقمي في مجال الاعلام؟ هتضيف ايه؟ خلينا نرحب بضيفتنا الدكتوره نشوى عقل، استاذ الاعلام، مدير مركز التدريب والتوثيق والانتاج الاعلامي في كليه الاعلام جامعه القاهره. اهلا بك يا دكتوره نشوى. اهلا وسهلا يا استاذ مصطفى، اهلا بحضرتك. منورانا يا دكتوره، اهلا وسهلا بيكي. منوره بيكم، اهلا وسهلا. خلينا نبتدي كده من البدايه، الطالب ربنا كرمه ودخل كليه الاعلام، معتقد ان هو قادر دائما على الدراسه، قادر على ان هو يطور. ازاي الطالب اصلا يكون قادر انه يقيم نفسه وانه يكون مؤهل لدراسه الاعلام؟ اولا انا سعيده جدا يعني، واحب اشكر فريق العمل ان هو استضافني في الفقره دي في برنامج هو الاقدم والاعرق كمجله تلفزيونيه. ناس كتير جدا من اكتر من 30 سنه الناس كانت بتستنى علشان تشوف وتعرف ايه اللي بيحصل في الدنيا وتشوف فقرات متنوعه، فانا سعيده جدا بده. دايما بتنوري اي مكان، استوديو قاعه محاضرات دايما بتنوري. ربنا يخليكي ودايما موفقين يا رب. بالنسبه للطالب اللي خلص ثانويه عامه بيبقى دايما في الكام سنه الاخيره بقت يدور الجدل على السوشيال ميديا، طب ندخل اعلام ولا ما ندخلش اعلام عشان مستقبل شغلها. اعلام بتشبه كليات كتيره جدا، هي بتعتمد بس هي يعني في حته ان انا يعني ما اشترطش ان انا ادخل كليه يعني لازم ابقى ضامن ان هي هتجيب لي شغل بعد كده، لكن هي مرتبطه بالناحيه الابداعيه. طب انا اعرف ازاي كطالب لسه متخرج من ثانوية عامة أو حاصل على الثانوية العامة؟ كل واحد بصير بنفسه، يعني لو أنت عندك مهارات التواصل، ودي الكلمة اللي مصر عليها، لو أنت بتعرف في أي موقف اتصالي طبيعي عادي ما بينك وبين الناس تقدر أن أنت تطرح فكرة، تتكلم، تجادل، تناقش، تشوف زاوية جديدة، تكتب حتى ولو خواطر، عندك إصرار كمان حتى لو أنت عندك شوية موهبة، عندك أنك عارف أنك لازم يكون عندك نفس طويل شوية وإصرار على أنك ده نوع من أنواع الإعلام، تتعامل بعد كده في مواقف مختلفة، في أن أنت تعلم نفسك بنفسك في حاجات، لأن الكلية مهما كانت أي كلية هتديك النص بس تقريبا. صح. النص التاني ده عليك أنت. صح. إن أنا أعرف طلبة من سنة أولى بيشتغلوا في حاجات علشان خاطر يصرفوا على المهارات بتاعتهم، أن هم ياخدوا فيها كورسات أو يعني دورات تدريبية علشان ينموا مهاراتهم. في حد عنده مهاره مثلا مونتاج بيعرف يمنتج كويس قوي، يشتغل مونتاج عشان خاطر يصرف على كورس في حاجه تانية او مهاره هو ما يعرفهاش كويس، عشان خاطر الاعلام الجديد دلوقتي قايم على نظام الوان مان شو او الوان مان كرو، انك تبقى متعدد المهارات. المخرج ممكن يبقى عايز يعرف لغه عربيه كويس عشان خاطر يبقى هو اللي بيقود الشو او العمل التلفزيوني، فلو المذيع او المذيعه اللي معاه او المؤدي اللي معاه ما بيعرفش يتكلم بشكل كويس يوصل اللغه بشكل كويس، فانا لازم اكون انا وانا بتعلم اكون عارف ان ده دوري، اني اكون ملم بمهارات كتير. احنا شفنا في الموجه الاولى من كورونا كتير من القنوات الاجنبيه كان المذيعين بيطلعوا من الجناين او من بيوتهم لوحدهم، يعني ما كانش بقى في استوديو مجهز، ما كانش في حد مسؤول عن الصوت، ما كانش في حد مسؤول عن التصوير، استخدام كاميرا الموبايل وهو اللي كان مسؤول عن نفسه. هو الاتجاه يا استاذه منى عند حضرتك حق، الاتجاه الحديث فعلا ان احنا بنقلل عدد اللي شغالين فيه، يعني ما بقاش فيه التخصص الدقيق قوي في الاعلام. كل ما قدرنا نعتمد في مهارات إنتاج المحتوى على أشخاص عددهم أقل، ده بيكون مع سرعة الوقت احنا محتاجين إنتاج باستمرار، محتاجين ستريمينج على طول أو بس أو صناعة محتوى باستمرار، ف
فكل ما قدرت ان انا اعمل ده فده اقتصاديا وتسويقيا بيتم بشكل افضل بالنسبه للمؤسسات الكبيره. حضرتك شفتي كمان البي بي سي وهي مؤسسه عريقه لما قفلت الخدمه العربيه في الراديو علشان اعتمدت على او هتعتمد بعد كده على المنصات الرقميه علشان ده بالنسبه لها اقتصاديا اوفر او استراتيجيا وتسويقيا واداريا ده بالنسبه لها كان احسن. فتحتها تاني عشان الاحداث. ماشي ما علينا. على اي حال خليني اسالك سؤال 2023 احنا رايحين فين يا دكتور؟ زمان انت كنت بتدور على خبر في الاهرام في اليوم السابع لو حصلت حاجه، بعد كده بقى يجي لك اس ام اس، بعد كده بقى عندك نيوز فيد بيجي لك الحاجات فيه، بعد كده في جوجل، بعد كده النهارده في تشات جي بي تي. النهارده حصلت حاجه في ليبيا في السودان، هخش كده على تشات جي بي تي اقول له احكي لي اللي حصل، هيحكي لي جذور الصراع. انا بقى كاعلامي رحت فين لما انا يعني زمان كان عندي جهد ان انا اخش على جوجل واشوف قصه مكتوبه في موقع اجنبي واربط واشوف الصح من الغلط واقارن. قولي لي بقى احنا رايحين فين. بص حضرتك، هو عموما ما فيش وسيله اعلاميه بتيجي تمحو وسيله تانية، كل حاجه ما زالت موجوده، لكن يفترض ان احنا بنطور نفسنا باستمرار. بالنسبه للاله او بالنسبه للذكاء الاصطناعي ولوغاريتمات السوشيال ميديا وعالم العالم الافتراضي، مهما كانت ذكيه مش هتكون بروح الانسان. يعني انا لو هعمل محتوى ولا حاجه ولا ستوري قصه خبريه ولا فيديو جراف ولا انفوجراف، انا لازم يكون في اللمسه البشريه فيها. يعني حتى المذيع اللي هو بقى رابط دلوقتي وشفنا حالات زي كده، مهما كان انت كانسان مش هتحب ان انت يعني ده يكون هو ده اللي اعتمادك الاساسي فيه. أيوه. فين روح التفاعل؟ لو بتعمل محتوى، المحتوى ده له زاويه، فده الاعلام قايم على الابداع، مش مجرد تجميع معلومات وان انا اعمل مونتاج واجيب صور وخلاص وعلى كده. فين الزاويه؟ فين الموضوع اللي انت عايز تقنع الناس بيه معايا؟ والاعلام من اساسيات وظايفه او مهمته ان هو يبقى مقنع. ده لو بتقدم فيلم عايز ترسم الشخصيات بطريقه معينه، حتى الفيلم الوثائقي، حتى القصه الخبريه العاديه، بتقدم الشخصيات اللي بتسوق دايما الموضوع في اتجاه معين علشان تقدم وجهه نظرك كمبدع او تقدم رساله لها معنى. مهما دخل تشات جي بي تي ولا غيره مش هيحل محل الانسان، بس دي كلها من مرحلات التكنولوجيا الطبيعيه العاديه. ان احنا مرحليا يا دكتوره يعني لحد دلوقتي، وممكن يكون مثلا في مجتمعاتنا احنا مثلا نقول في الخمسين سنه الجايين، مهما كان احنا حتى كمان شعوب عاطفيه شويه، فاحنا نحب التواصل بشكل كبير، التواصل البشري، التواصل الانساني. فانا مش متخيله ممكن الذكاء الاصطناعي يتم استخدامه في نيوز روم علشان يساعد معانا في انجاز الوقت، لكن زي ما بقول لحضرتك صناعه المحتوى نفسه وروحه وزاويته بس هيقل في العنصر البشري. ما ده اللي انا قلته من شويه، ان المؤسسات الاعلاميه متجهه للاتجاه ده، بنقلل العنصر البشري من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثه، تاني حاجه من خلال ان البشر نفسهم اللي شغالين او الكاليبرز او الكوادر اللي موجوده عندي كمؤسسه بيبقى هو مالتي سكيلز، قادر ان هو يطور من نفسه باستمرار. عشان كده جانب التدريب مهم جدا، سواء كان لطالب لسه داخل الكليه او سواء كان لحد بقاله كتير جدا في المجال، يعني زي حضرتك، زي حضرتك، زي انا، كلنا لسه بنتعلم ولازم نكون اب تو ديت. معايا كمان الفتره اللي جايه، بما ان الاعلام التقليدي فرص العمل فيه برضو مش كتير علشان تستوعب الاعداد الكبيره جدا اللي داخلين كليات الاعلام سواء كان في خاص او في حكومي، فالاعتماد الاكبر على الاعلام الرقمي بكل بقى انواعه. عندك ده الباب الخلفي او الحل لل ده الحل الامثل لقلة الفرص، ان الناس بتفتح شانلز لنفسها وبقت بتقدم محتوى اللي هي عايزه تقدمه على القنوات، ويمكن عشان ما بقاش حد عنده القدره انه يقعد فترات طويله بيتعرض للتلفزيون، فكره ان انا بفتح في الوقت اللي انا عايزه بالشكل اللي انا عايزه اشوف اللي انا عايزه. ده موجود على الانترنت او على المنصات الرقميه المختلفه، اعتقد ان ده بقى حل. بس احنا ناهل نفسنا بقى في مهاراتنا علشان نعمل محتوى كويس على المنصات الرقميه، لان الاتجاه دلوقتي بين الشباب اللي بلمسه ان بيحبوا يتعلموا المهارات التقنيه لانها بتدي نتيجه مباشره على طول، ان انا اتعلم مونتاج، ان انا اتعلم تصوير. معايا؟ طيب الفكر، يعني لازم اكون مطلع، لازم اكون بتفرج وبشوف حاجات كتير، وبعدين المس اشوف في نفسي انا اقدر اني انا او انا مهتم بايه، واقدر
اطلع من حصيلتي وخبرتي وان انا بتابع وان انا بشوف وبقرا وبناقش وبجادل، اطلع بقى محتوى شكله عامل ازاي انا بعد كده معايا. فالجانب الذهني او الفكري هو ده اللي قايم عليه الجانب الابداعي بشكل اكتر. التقنيه تيجي تخدم على الناحيه دي، لكن الاساس او العظم بتاع مهنه الاعلام سواء كان رقمي او جديد او عفوا او قديم او تقليدي يعني هو الدماغ. الدماغ يبقى في عند الطالب دماغه بيقولوا عليه حلوه، يعني عنده توجه، عنده فكره، عنده رؤيه. الشباب معظم استخدامهم للسوشيال ميديا بيبقى في الحاجات اللايت، يعني لما بنبدا نقول يعني في بعض الفرص بشكل شخصي بتجيلي اني انا مثلا ارشح بعض الشباب اللي يقدروا يكتبوا محتوى جد مثلا معايا، بلاقي صعوبه شويه ان يبقى في الفكره ولا في اللغه ولا في التناول. الكتابه اصعب حاجه في الكتابه. الكتابه فعلا في مشكله في الكتابه عموما، دايما الورق عموما في اي مجال ابداعي محتاجه تراكم خبرات في النهايه. يعني سهل ان انت تتعلم حاجه زي المونتاج زي التصوير، هي حاجه بتكتسبها سريعا وسهل تسيرش تجيب معلومات وسهل، لكن تكتب انك تصنع جمله دي بتحتاج خبرات مش هتقل عن 30 سنه، يعني ما تبقاش مش 20 ولا 25، انا بقول 30 ده اعتقادي. انك تبني، ما هو اي رساله اعلاميه عباره عن ايه؟ بنى جمله، تعرف تكتب الجمله. البنى ده كويس. انك تبقى متسلسل الافكار وتدعم بالزبط. فكرتك وتجيب مصادرك. وكمان في حاجه عايزه اقولها يعني برضو سقطت مني في الكلام، ان الطالب بيروح يتدرب في بيبقى فيه تكليفات بيعملها سواء كان في صحافه او في علاقات عامه او في اذاعه وتلفزيون، فلازم يبني مصادر ولازم يعمل كونكشن. العالم كله دلوقتي قايم على ان احنا نعمل نتوركنج، انك في اي ايفنت حضرتك موجوده فيه بتعملي تواصل مع الاخرين في وقت من الاوقات ده هتحتاجيه. في زي الاجنده بتاعت كل يعني مجال له الناس الكويسه اللي تقدر تديك فيه المحتوى اللي انت او تتكلم فيه او تدعم فكرتك فيه. الى اي مدى كليات الاعلام او اقسام الاعلام في مجتمعاتنا العربيه، مش هتكلم يعني على حاله الجامعات المصريه بس، متواكبه مع ما يحدث في الغرب؟ يعني احنا عندنا اقسام ثابته أنا شايفها من سنين يا دكتور. لا صحافة إذاعة وتلفزيون علاقات عامة وإعلام زاد عليها الإعلام الرقمي، أنا عارف صح ولا أنا غلطان؟ صح، بس أنا هقول لحضرتك حاجة، لا في يعني جملة بس شوية ناقصها أبديتنج، إن إحنا كل كليات الإعلام في الكام سنة الأخيرة حدثت اللوائح بتاعتها كويس. والمناهج يعني إعلام القاهرة مثلا فيها صحافة تلفزيونية، ده بقى خلاص ده برنامج اسمه صحافة تلفزيونية، برنامج كامل يعني تاخده من اول ثالثه يعني اولى وثانيه سنوات عامه دراسه عامه، وبعدين تبدا ثالثه ورابعه تاخد بالكامل تخصص فقط اسمه صحافه تلفزيونيه. في مثلا حاجه اسمها اتصالات التسويقيه معايا حضرتك مع العلم، يعني كل تخصص ممكن ان انت برضو تبقى عارف بعض المهارات او بعض الموضوعات الدراسه في تخصص تاني. يعني مثلا لو انت في قسم البي ار او في العلاقات العامه تمام، دلوقتي الطلبه دول بيدرسوا كمان جرافيك، بيدرسوا مونتاج، بيدرسوا صناعه محتوى، ازاي يكتب محتوى علشان يقدر يسوق للمؤسسه بتاعته كبي ار بيرسونال يعني. فلكن وكمان لو انت مثلا اذاعه وتلفزيون محتاج انك تعمل تتعرف او يعني تنمي مهاره الماركتنج عشان المحتوى بتاعك ده ازاي يتسوق، انت نفسك تعمل لنفسك بس احنا لسه ما دخلناش التعامل مع الذكاء الاصطناعي والاي اي والتشات جي بي تي، احنا لسه واقفين عند مرحله الاعلام الرقمي. لا ما هو الاعلام الرقمي حضرتك داخل فيه حضرتك اللي قلت الحاجات اللي حضرتك قلتها دي، في مواد للذكاء الاصطناعي، في مواد للبودكاست، في مواد لصحافه الموبايل وافلام الموبايل، يعني في التحقق من المعلومات او الاستقصائيه، التحقيقات الاستقصائيه ازاي تعملها ممكن كاوبن سورس من ده كله تطوير خلال استخدام تطبيقات الادوات الجديده بيستخدمها العنصر البشري هو اللي بيطوع الادوات الجديده بحيث انه يستخدمها في التخصصات القديمه اللي احنا بنتكلم عليها بالزبط. اعاده الاستخدام، وزي ما حضرتك كنت بتقولي مفيش وسيله بتمحي الثانيه، هي كلها بتعمل ادابتيشن او بتعمل تكيف لنفسها مع المستجدات. خريج الاعلام دلوقتي قادر ان هو يعمل حاجه مختلفه، خصوصا بنشوف سنه رابعه دي بتبقى احلى سنه لما بنشوف مشاريع التخرج وفرحه الاربع سنين شقاكي وتعبك مع الاولاد، لما تلاقي بقى المشروع مختلف وكل مشروع احسن من اللي قبله، الاولاد بتبقى بتفكر في انها تستخدم الاحدث دايما، وبنلاقيهم مش دايما بيستخدموا بس ادوات الكليات، بيستخدموا حاجات من بره هم اتدربوا عليها،
حتى لو ما خدوش كورسز الانترنت برضو مش سايبه حد محتاج حاجه. يعني اللي بيبقى محتاج حاجه بيدخل على اليوتيوب ياخد الكورس اونلاين. اعتقد ان كل مصادر التعلم متاحه، وده اللي احنا بنقوله ان هو يكون عنده هو نهم وشغف ان هو ينمي نفسه، سواء كان من المواد العمليه والنظريه الموجوده في الكليه. وعلى فكره النظري برضو فيه جزء كبير جدا مهم، يعني لما انا ابقى بدرس مناهج بحث انا باهله ان هو بعد كده مناهج بحث المفروض انها حاجه اكاديميه بحته، بس لا، الماده دي اساسيه ليك واحد بتصنع محتوى. مناهج البحث قايمه على انك تعمل سيرش عن معلومات، تتحقق ان هي صحيحه، تحط افتراضات، تستخدم ادواتك علشان بعد كده تتحقق اذا كان وجهه نظرك يعني سليمه او يعني ادت مهمتها او وصلت الناس بالشكل اللي انت عايزه ولا لا. دي مثلا حاجه زي كده. فبقول ان هو بيستخدم او بيستفيد بالمواد الدراسيه العاديه. تاني حاجه ايه؟ هو بينمي نفسه سواء كان كورسات، سواء كانت اونلاين او على اليوتيوب وحاجات اللي هي الفري، او ممكن الحاجات اللي هي ممكن في اي مراكز تدريبيه هو بيثق فيها. وكمان يعني ان هو وقته يستخدمه كويس، هو ينمي نفسه بان هو يقرا يتفرج ويناقش ويشوف الاشكال المختلفه. يقول له مدرسه، يعني في مدرسه كده معجب بيها، سواء كان في مدرسه، قناه معينه، اعلامي معين، كاتب صحفي معين. فيبدا ان هو يحضر على فكره برضه فعاليات، لان في حاجات انشطه اللي هي طبعا بتبقى انشطه مجتمعيه في اطار مجال دراستك. دي ندوات، جلسات بتقول لك طبعا. يعني احنا عندنا في اعلام القاهره بنعمل منتقى شباب الاعلام العربي، ده مش علشان مجرد ايفنت وخلاص وكلمتين، لا، هو بيفتح لك الفتره اللي جايه انت بتفكر في ايه ومفروض تمشي ازاي. يعني كان في جلسات للاعلام الرقمي وكان فيها اسماء هايله في مجال الاعلام الرقمي على المستوى العربي، وكمان كان في ناس من دول او مصر، حتى ناس عرب او مصريين شغالين في مؤسسات دوليه، فكانوا بيقدموا النصيحه او روشته اللي هو انت كطالب صغير شايف واحد بيكلمك من لندن مثلا بيقول لك احنا دلوقتي رايحين فين والمفروض انت تنمي نفسك ازاي، وكانه دليلك في الفتره اللي جايه. طب اخيرا، كم عدد الطلاب اللي اتخرجوا من تحت ايدك في السنوات الاخيره اللي اشتغلوا في مؤسسات اعلاميه، صحافه، اذاعه، تلفزيون، علاقات عامه، واللي اشتغلوا بمفردهم صحافه الموبايل، اعلام رقمي، عملوا محتوى خاص بيهم، النسبه هنا لقد ايه لقد ايه تقريبا يا دكتور؟ والله من متابعتي طبعا انا اقدر اتكلم عن اذاعه وتلفزيون لان هم الطلاب المباشرين بالنسبه لي. تمام. لا يعني النسبه في الاعلام التقليدي قليله في الكام سنه الاخيره، لكن الاعلام الرقمي انا كل ما بسال حد اتخرج بقاله شويه واخبارك ايه وبتاع، انا شغال طبعا في حاجات ما بتبقاش مشهوره بس هي بتبقى شغل، وبتبقى في دلوقتي في يعني في قنوات كبيره او مؤسسات ممكن بتتعامل مع شركات صغيره، شركات انتاج صغيره. الشركات دي مش ان ذا سبوت، يعني مش ظاهره قوي، مش واضحه، لكن هي بتخدم على انتاج كبير بعد كده. يعني انا قريب في مجموعه من الطلبه مثلا رايحين يتدربوا في شركه هي بتعمل برودكشن لنتفليكس مثلا، فهي شركه اسمها مش معروف، بس يعني انا مش لازم عشان انا بقى بشتغل او اعلامي ان انا لازم اروح قناه كذا 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 اللي هي الاسماء اهل معروف البروفايدر او لان دي كمان بتبني يعني عنده اكسبيرينس حلوه لما تجيله الفرصه في وقت ما. صحيح. بس مفيش حد صبر وهو صابرين على خير الحقيقه، يعني مفيش حد صبر. صحيح. وساعه اللي ما ربنا اداله بعد كده. انا دي شفتها كتير جدا جدا في مجال الاعلام مع طلبه كانوا بيعافروا فعلا، ودي حاجه اساسيه في خريج الكليه. صحيح. على اي حال يعني هيظل الاعلام شغف كبير جدا لناس كتير، وهيظل مطلب من المطالب، وهتظل كليه الاعلام كليه من كليات القمه على الرغم من دخول الاعلام الرقمي وعلى الرغم من دخول الوسائط المتعدده والذكاء الاصطناعي والتشات جي بي تي. كلمنا النهارده عن كل هذه التفاصيل، وكان بصحبتنا الدكتوره نشوى عقل، أستاذ الإعلام ومدير مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي في كلية الإعلام جامعة القاهرة. شكرا لك يا دكتورة، نورتينا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا.